مرحبا يا تلاميذ الصف السادس، درسنا لهذا اليوم فريضة الحج، صفحة 63. أولا فريضة الحج، فرض الله تعالى الحج على كل مسلم يستطيع القيام به لأنه ركن من أركان الإسلام، وقال تعالى والله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا، هاي حفظ. وقد شرع الله الحج مرة واحدة في العمر، وقد شرع الله الحج مرة واحدة في العمر، فإن تكرر ذلك كان تطوعا. قال الرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاث. فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا محفوظ مهم. عندنا شروط الحج، سؤال يجيك ما هي شروط الحج؟ يشترط في الحاج ذكرا كان أم أنثى أن يكون أولا مسلما وعاقلا وبالغا، مسلما وعاقلا وبالغا، وهذا يعني أن المجنون والصغير لا فرض عليهما. ثانيا قادرا على السفر وآمنا على نفسه وصحيح البدن وسالما من الأمراض التي لا يستطيع معها أداء مناسك الحج. ثلاثة مالك نفقات السفر ذهابا وإيابا. أربعة آمنا على ماله وعياله مدة غيابه في الحج. لأن الشروط الحج، وقد حج رسول الله أمام المسلمين ليعلمهم مناسك الحج بشكل صحيح، خذوا عني مناسككم. ما هي فوائد الحج؟ ثالثا فوائد الحج، حين يؤدي المسلم فريضة الحج يحصل على فوائد كثيرة. هنا سؤال ما هي فوائد الحج؟ أولا يرجو الحاج من الله تعالى الغفران ذنوبه وتطهيره من الآثام. يرجو الحاج من الله تعالى غفران ذنوبه وتطهيره من الآثام. قال رسول الله فمن حج ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اثنين تحقيق وحدة المسلمين، اثنين تحقيق وحدة المسلمين وتقوية أخوتهم وخدمة مصالحهم أفرادا وجماعات. ثلاثة يتعود الحاج على الصبر وتحمل المشاق، يتعود الحاج على الصبر وتحمل المشاق، ويتعلم الطاعة والخضوع لله الخالق سبحانه وتعالى بأداء ما طلب إليه من مناسك الحج بصورة كاملة اتباعا لأوامر الله وطاعته. أربعة تهذيب النفوس، فعندما يتجرد الحاج من ثيابه ويكشف رأسه مكتفيا بلباس الإحرام غير مخيط، فإنه يعمل على تهذيب النفس والتفكير في كيفية مجيئه إلى الدنيا وخروجه منها، فعند ذلك ستهون في عينه الدنيا. الثاني وتذكر عظمة الله وقدرته فيما أنعم الله به عليه من عيش الكريم في الدنيا وما وعده الله في هذه من جنات ونعيم في الآخرة. عندنا المناقشة صفحة 64. ماذا يشترط في المسلم لأداء مناسك الحج؟ الجواب مسلما وعاقلا بالغا، يكون مسلما وعاقلا وبالغا، وهذا يعني أن المجنون والصغير لا فرض عليهما. اثنين قادرا على السفر وآمنا على نفسه وصحيح البدن وسالما من الأمراض التي لا يستطيع معها أداء مناسك الحج. اثنين سؤال الثاني اذكر حديث نبوي الشريف في مناسك الحج، خذوا عني مناسككم. هل إن فريضة الحج تؤدي أكثر من مرة؟ ذكر حديث النبوي الذي يؤيد ذلك. يقول الجواب وقد شرع الله الحج مرة واحدة في العمر،
شرع الله الحج مرة واحدة في العمر، وقال رسول الله: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ماذا يعني الحديث؟ سؤال الرابع: ماذا يعني حديث رسول الله: فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ نقول الجواب: فمن حج حجا نقيا من الفحش مع الآخرين ولم يذنب صار كالطفل الذي ولدته أمه نقيا من الذنوب. ما هي فوائد الحاج؟ يرجع الحاج من الله تعالى الغفران، يرجو الحاج من الله تعالى الغفران ذنوبه وتطهيره من الآثام، تحقيق وحدة المسلمين وتقوية قوتهم وخدمة مصالحهم أفراد وجماعات. 3. يتعود الحاج على الصبر وتحمل المشاق، ويتعلم الطاعة والخضوع لله الخالق سبحانه وتعالى. 4. تهذيب النفوس وتذكر عظمة الله وقدرته فيما أنعم الله به عليه من عيش كريم في الدنيا ومساعدة الله وما وعده الله به من جنات ونعيم في الآخرة.